افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدورة التثقيفية الأولى للأئمة بمعسكر أبي بكر الصديق بمحافظة الإسكندرية حول مواجهة الإرهاب الإلكتروني الذي أخذ أبعادا جديدة بأشكال مختلفة تحت مبررات مغلوطة. خلال هذه الدورة التثقيفية أكد الوزير على أهمية تدريب وتثقيف الأئمة لمواجهة الأفكار الإرهابية التي تبث عبر الإنترنت. الإنترنت ساحة حرب افتراضية. على الويب تنتشر مئات الصفحات تصنف على قائمة الإرهاب الإلكتروني بسبب طبيعة شبكة المعلومات وانفتاحها، ومن منطلق مسؤوليتها في إعداد إمام وخطيب مثقف يكون قادرا على الإلمام بالوسائل الحديثة مواجها لكل ما هو مغلوط. وزارة الأوقاف تطلق الدورات التثقيفية للأئمة حول مواجهة الإرهاب الإلكتروني. التحديات التي تواجهها الدولة المصرية تحديات كبيرة، منها ما هو عسكري وأمني، وهذا ما تواجهه قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية، ونوجه لهما كل التحية والتقدير. وهناك تحديات فكرية، حيث إن الجماعات الإرهابية وتلك الدول التي تعبث بأمن المنطقة تعمل كتائبها الإلكترونية لإضعاف الروح المعنوية وبث الشائعات، وهو ما نسميه بالإرهاب الإلكتروني. ومن هنا وجب على العلماء والمفكرين والمثقفين والإعلاميين أن نواجه بنفس الأدوات، نواجه الإرهاب الإلكتروني بالفكر والعقل والمنطق وبالرد عليهم، ليس بأساليبهم المنحطة وإنما بقيمنا وأخلاقنا، لكن لا نترك لهم الفضاء الإلكتروني. الإرهاب بات عبر شبكة الإنترنت مقرا للحركات والمنظمات المتطرفة تبث أفكارا لا علاقة لها بأساس الدين، فواجب مواجهتها بالتدريب والتثقيف. وزارة الأوقاف تشهد نقلة غير مسبوقة، نقلة نوعية في مجال التدريب بقيادة رائد الفكر المستنير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث قامت الوزارة بعقد عدة دورات تدريبية وتثقيفية للسادة الأئمة على مختلف القضايا العصر والمستجدات العصرية. الدعوة الإلكترونية هي ما نحتاجها اليوم، وهي من الوسائل الحديثة ومن التكنولوجيا التي يحتاج إليها الداعية ليبلغ رسالته إلى الناس. التدريب ده مسألة أساسية في كل برامج النجاح لأي مشروع أو أي عمل يحتاج خطوات فنية. حينما يكون هناك مشكلة ضخمة وتتحول السوشيال ميديا إلى ديناصور يقضم الأوطان ويزعزع الانتماء، ويكون هناك توجهات خارجية لمحاولة اهتراء النسيج الوطني ومحاولة لقضم الأمة العربية والإسلامية، وبات مشاكل ضخمة لا يمكن للإمام أن يكون منفصل عن هذا الواقع. وزارة الأوقاف تعد هذه التدريبات منذ فترة طويلة، والحمد لله نحن نعود مرة أخرى بعد كوفيدا 19 للدورات دي. منظمات إرهابية تخترق شبكة الإنترنت، فوجب التصدي لها من المؤسسات كافة حتى يتم القضاء عليها وعلى أفكارها المغلوطة. في ظل تطور التقنية والثورة المعلوماتية، اتخذت أساليب الإرهاب الإلكتروني في العالم أبعادا جديدة تمارس بطرق وأشكال مختلفة، وإن كانت جميعها تهدف إلى تهديد أمن المجتمع وتدمير ممتلكاته. من هنا جاء حرص وزارة الأوقاف على رفع المستوى التثقيفي للأئمة من خلال عقد مثل تلك الدورات، فمحاربة الفكر لا تكون إلا بالفكر. من الأسكندرية وليد هيكل للتلفزيون المصري.